بسم الله الرحمن الرحیم الدرس التاسع عشر درس نوزدهم اسرت و بکر خانواده بکر اسرت و بکرن خانواده بکر یک خانواده کوچک است تتكون من والد و والداتن و اخن و اخت خانواده تشکیل شده از والد من والد والد پدر میگن و والد مادر وأخ وبرادر وأخت وخاهر يعمل الوالد مهندسة أدرشان إنجينيرس وتعمل الوالدة معلمة ومادرشان بشي معلمي داره اسم الوالد سعيد نام بسرشان سعيد واسم البنت زينب نام دخترشان زينب است يدرس بكر في جامعة أم القرى بكر در بانتون أم القرى درس وهو طالب في المستوى الأول ومحصل در سمستر أول ويتعلم سعيد في مدرسة الملك فيصل الابتدائية وسعيد درس ميخانة در مدرسة ملك فيصل عند مكتبة ابتدائية ملك فيصل درس ميخانة وهو تلميذ في الصف الرابع في شهر الشارمس وتذهب زينب إلى روضة الأطفال أما زينب كاسيموس ميرة في الصباح يذهب السعيد إلى المدرسة سبقاه سعيد بمدرسة ميرة يتعلم القراءة والكتابة والحساب قراءته، كت... نبشتانو خاندان ونبشتانو حساب آيات ميرة وكذلك وهمشان الجغرافيا والتاريخ والعلوم والدين الإسلامي وهمشان جغرافيا والتاريخ والعلوم يعني ساينسو دين إسلامي ليات نقرأ وفي المساء يحفظ القرآن الكريم في المسجد وعسل في الدجار قرآن عزيم شانه در مسجد شيء ما يكون حفظ ما يكون طالب العلم فريضة على كل مسلم حديث شريف اسك رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرم أنك طلب علم كاس يعد يعني قرفتنا علم فرض اسبالاية هر مسلمان الكلمات الجديدة كلمات جديدة الجديدة كما بشما دهي درس خاندهم تتكبونه يعني تشكيل ميشه به بنت به دختر والد پدر العلوم ساینس اخ برادر اخت خواهر یعمل و کار میکنه مهندس انجینیر و ملقرا نام است و معلم معلم مدرسه مدرسه الملک پادشاه را میگن الابتدایی ابتدایی را میگن تذهب و میرود کتاب نوشتن راوضه امو کودکستان را میگن راوضه تلاتفال أصلًا أن هذا الأطفال يعني كودا الجغرافيا جغرافيا الإسلامي الإسلامي الحساب حساب يا مسلم مسلمان العالم العلم يحفظه ياد میگیره فريدة فرز طالب محصل و شاگرد هم مييجن طلبة طلب نمود الصف سنف كذلك همشان تلميذ المستوى سمستر

و داخل كلمة ده دا دا شكلنا مشتمل شيء شكلنا بشتاري التدريبات التدريب الأولي يدرس بكرول في الجامعة بكر در جامعة ميخانو درس انا لقعد مع ما ميل بعد ما يفتيهم تدرسوا جميلة في الجامعة اسم الولد سعيد من بسار سعيد اسمه مثلا اسم البنت جميلة مثلا دختر باشن تذهب زينب إلى روضه زينب با كستان ميرا يتعلم سعيد في المدرسه افعال اس كما مثلا يدرس تذهب يتعلم ياد ميگیرن يتعلم تعليم ميكنه سعيد في المدرسه يحفظ بكر القران الكريم حفظ ميكنه باكر القران يتعلم يدرس يدرس يعمل يعني إيه يا شما ياد كي قسم استعمال كلمات يدرس تذهب يتعلموا يحفظ يتعلموا يدرس يعملوا يعرف ياد بيجين كل شك يتعلم باكر في المدرسه بکر در بخ... مدرسه درس میخوانه و یاد رسو بکر فر درس میخواند مثلا در پانتون و رسو سعید فر جامعه سعید در پانتون درس میخوانه یعمل الوالد و فی صبح پدر نه کار میکنه اسم الوالد مثلا شما میتونید یک کسر معرفی بکنید بگوین اسم الوالد سعید اسم طالب نام از محصل چیست مثلا شما میگن اسم طالبی بکرون اسم البنت مثلا معرفي ما ميگ اسم البنت زينب اسم الام خديجه اسم الإبن محمد اسم الجده نام مدر كلان فاطمه اسم الولد بسار سعيد اسم الوالد علي في شكل الاسم التدريب الثاني دوت ط ظ عين اذا ما هم نفهم اني خاله خاله شنو بكري مش مشه شما بكلمات برو بكونين التدريب الثالث ز شكل تلفظ شادس مثلا ما تلفظ میکنیم فرق بین زا و سینه باید بکنیم مثلا زیف سیف زفیر سفیر ازمع اسما مزمر میسمر مزه مسه زاله ساله زریر سریر فرق بین زا و بین سینه از تدریبو رابطه تمرین چهارمي چی است میکه عجب جواب بتی مم من تتكون بکر یعنی يعني خانواده بکر از کی تشکیل میشه شما میگن تتکون و من منش حذف میکنین در جواب میگن که تتکون اسره بکر من والدن و والدتن و ابن و و اخ این قسم تشکیل خانواده ش میگین ماده يعمل والد بکر و والدته پدر بکر چی کار میکنه مادرش چی کار میکنه شما میگین که يعمل والد البكر مهندساً وتعمل والدته مدرساً. اسم اخت بكر. نام خواهر بكر. اسمها خديجة. أين يدرس بكر؟ بكر دا كجا درس شما بكر مثلاً في جامعة أم القرى. يدرس بكر في جامعة القرى. وأين يتعلم سعيد؟ سعيد كجا درس ميخانا؟ كي يتعلم سعيد في المدرسه؟ هو مدرسه درس ميخانه اين يحفظ سعيد القران، سعيد قرآن ده كجاحز ميقرأ، شما كي يحفظ سعيد القران الكريم في المسجد. ماذا يتعلم سعيد في المدرسه؟ چی یاد میگیره سعيد در مدرسه؟ شما ميگن الرياضه، الحساب، حساب یاد میگیره، جغرافيا یاد میگیره. التدريب الخامس، تمرين پنجم چی اسمه؟ كو بن شما جملة بس هزي. بكر مهندس والد يعمل عزيز جار كلمة شخصم جملة جور ميكن ميم كي يعمل والد بكر مهندسا ناس دومش يتعلم سعيد في المدرسة الابتدائية جملة سي مش جور تذهب زينب الى روضة الاطفال يتشارم الشيخ اسمه اسمه يحفظ سعيد القرآن الكريم فی المسجد پنجمی جمله را چی جور میکنن میگیم که یاد و بکرون فی جامعات ام القرآن ششمی جمله را چه قسم جور میکنن میگیم که سعید تلمیذ فی الصف الرابع ای شکل شما جمله ششمی را جور کردین. التدریب السادس تمرین ششمی چیز میگه اکمل تکمیل بکن مثلا اینجا خانه خالی هاست شما خانه خالی ها چی میکنین؟ خانه خالی ها رو پر میکنین در خانه خالی اول میگیم بکرون یدرسو رو فی صف الاول اگر بکر صنف مکتب صف میگه لیکن ما شما میگیم که او در سمستر اول بود پس اونجا کلمه که سمستر باید بگویه که در زبان عربی رو مستوا میگن مثلا این بکرون يدرسوا في المستوى الأول يعني ده سمسترة أول درس مي خلاص يذهب سعيد إلى المدرسة شو بخبر المدرسة ميلا مثلاً في الصباح تتكون الأسرة من كي خلاص هذا مقصدي كي ميقول مثلاً ممكن مي من والد ووالدة وأخ وأخت سعيد تلميذ سعيد تلميذ إذا كُجَّر شو عمل ده؟ شو ممكن؟ كي في الصف الرابع درسنا في 4 یعمل الوالدو چی کار میکرد پدر؟ ای خانه خالی میگیم مهندسن یعمل الوالدو مهندسن و تعمل الوالدتو مدرسه یذحب سعیدن الى المسجد چه وقت به مسجد میره؟ سه دیگره کی؟ یدرسو بکرون فی چی؟ در کجا درس میخوان؟ پهانتونه چی میگن؟ جامعه میگن فی جامعه ام القرآن در پانتونه ام القرآن تذهب زينب زينب ميرا كجا وخرطراك بدني الى روضة الاطفال با روضة اطفاليا امو كودكستان خب در حديث شريف چي بود كي رسول الله صلى الله عليه وسلم گفته بود طالبو طالب چي العلم فريدة على كل مسلم يعني طالب علم خو رسول الله صلى يعني الله عليه وسلم گفته على كل مسلم اختي كي يعني مسلمان ذكر شد اینجا شامل مرد و زن بشه طالب العلم فریده تنالا کلی مسلمین این اصلا حدیث مسلمان آمده خب یعنی معنای شامل میشه التدریب الصحبه فهم المقروع فهمیدن امی قراءات مثلا دع علامت صح امام الاجابه صحیحه حکم مثلا مثلا اینجا شما ببینید جمله هست ببینید که امو صحیح هست علامت صحیحه بارین و غلط است علامت غلط مثلا يتعلم سعيد في جامعة أم القرى أو درستست و في روضة الأطفال درستست يا المدرسة الابتدائية ني سعيد خد مدرسة ابتدائية درس ميخان يعمل والد معلماً بكر معلما مهندسا حارسا كده باكر بكر معلم بود دوم سعيد تلميذ في الصف الأول في الصف الثاني الصف الرابع صنف أول بود يسي صف أول بود خطر أول شيء يحفظ الصعيد القرآن الكريم حفظ مكنا في السبع سبعة كيف مكنا في المدرسة إذا مدرسة حفظ في المسجد شما مكنا في المسجد سوي ميشة تكمار مكرم طالب العلم فريضة على كل طالب وطالبة يدرس على كل مسلم ومسلمة يدرس على كل تلميذ وتلميذة دوميش سيمي ك على كل مسلم ومسلمة تعمل أم بكر مدر بكر تشي كار مدرسة في المدرسة معلمة في المسجد مهندسة مع الوالد أوليش سيسك مدرسة في المدرسة التدريب الثامن تمرين حشتميش اسمي اكتب المؤنث الكلمات شما مثلا کلمه مذکر برتون دادن شما ایرا کلمه پیدا میکنین. مثلا مهندسون وقتی که معنیس میسایم اکتای تانیسه در آخرش میریم میگیم مهندسه طالبم تای تانیسه که بیارین چی میگین؟ طالبتون، تلمیزتون، تلمیزتون، والدون، والدتون، صغیرون، صغیرتون معلم معلمت مسلمون مسلمة مدرسون مدرسة سوداني سودانية مصري مصرية التدريب التاسع اکتب المثنى میگه برای از این کلمات مثنا رو بیاریم مثنا خمی که بعد از مفرد الف و نون میاریم یا یا نون که اما نونش کسره داشته باشه مثلا طالب طالبان تلمیزون تلمیزان والد والدان صغیرون صغیران معلم معلمان حارس حارسان طیار طیران مسلمون مسلمان مدرس مدرسان مسجد مسجدان بیت بیتان التدریب العاشر تمرین ده همی هست؟ میگه اکتب الجمع از همی کلمات جمع بر ما بتین معلمون معلمون مهندسون و و نون زیاد میکنیم نونش باید فتحه داشته باشه مهندسون مهندسون جزارون جزارون مضیفون مضیفون مسلمون مسلمون مدرسون مدرسون طیارون طیارون حمالون حمالونه التدريب الحادي عشر تمرين يزدهم شخص استخدم ما يلي في جملة كالمثال إن يرى في جملة مثل مثال مثال في الجامعة يدرس بكر في الجامعة أو في الصباح مثلا بينك يدرس سعيد في الصباح مثلا يحفظ القرآن في المدرسة يدرس الجغرافيا في المدرسة وفي روضة الأطفال مثلا تدرس فاطمة في روضة الأطفال خف المساء مثلا در مساء يحفظ القرآن في المساء ضرور نيس كل شيء كتاب مثلا نزلتون هم جملات جور مثلا يحفظ القرآن سعيد في حجة القراءة القرآن في الظهر مثلا يأكل الطعام في الظهر في الصف مثلا يدرس يتعلم العلم في الصف في الكتاب مثلا يعني يقرأ في الكتاب في المستوى مثلا يعني يدرس أحمد في المستوى الثاني اسم سردوم جملة جور مكان كذا في الميرين. التدريب الثاني ضع كل اسم مما يلي في جملة مثلا اسم شو هذا جملة جور ميكين. مثلا طالب جا محاسل قفته بكر طالب في جامعة القرى تلميذ مثلا ميغن كي أبو بكر تلميذ في المدرسة الابتدائية طبيب مثلا ميغن كي خالد طبيب في المستشفى مهندس مثلا ميغن أخي مهندس بيت مثلا ميغن كي بيت أحمد في كابل صغيرة مثلا كوشاكاس مثلا ميغن فاطمة بنت صغيرة فاطمة بنت صغيرة القراءة مثلا اتعلم القراءة والكتابة في المدرسة ما قراءة خاندان نوشتان مدرسة يد مجرم مثلا القراءة انا احب القراءة ما خاندنا المدرسة مثلا اخي في المدرسة الابتدائية المسجد مثلا المسجد قريب من بيتنا المدرس محمد هو المدرس في المدرسة الابتدائية بأي شكل جور بکنید تدريب سهل سحاشا حالا مثلا یک کس نزدیک است پیشوری ما میگیم که هذا طبیب این داکتر است خب اینال باز میگیم او زمیر برش میگیم برای طبیب هو معنی مثلا هو یعملو طبیبا این داکتر است و او کار داکتری میکنه هذا مدرسن این استاد است هو یعملو مدرس در کجاست هو یعملو فی المدرسه هذا حارس إن بونس آه هو يعمل حارسا هذا مهندس مثلا يمكن هو يعمل مهندسا هذا ضابط هو آه يعمل ضابطا بشكل جورم التدريب الرابع عشر تمرين الشارده اقرا مغيره بخان مثلا في لاكست قرا خان يقرا ميخانت اقرا بخان كتب نوشت یک تو می نویسد اکتب بنویس سکنن ماضی مزار امر ماضی گذشته مزاری حال و امر فعل امر است که امرش می مثلا فتحه باز که دروازه را یفتح و باز می افتح یک کس را باز کو خارج خارج شد یا خروج خارج می شود اخرج خارج شد دخل داخل شد در گذشته یدخلو الان حال داخل میشه ادخل یک کس داخل شو. جلسه نشست یجلس و منشیند برش شما که اجلس بنشين التدریب الخامس عشر تمرین پانزه هم کس الماضی المضاری الامر حالا مثلا فعل بر شما شما مضاری و امرش جور میکنین مثلا وقتی گفت رکعه میگن یرکع و فعل امرش ارکع سجده مزارش شیست شد و امرش اس شد شربه یا شربو شرب سعیده یسعد السعيد رحل يرحل ارحل المضارع المضارع ماضي وامر مثلا يدرس ماضيش درس امرش ادرس يذهب ماضيش ذهب اذهب يعمل عمل اعمل يحفظ حفظ احفظ يضحك ضحك اضحك تدريب السادس عشر تمرين شنو اسم <متحدث> از حوار از گفتگو هست بین دو شخص اینو حوار میگن هل يعمل الوالد مهندسا آیا پدر مهندس کار میکنه نعم الوالد يعمل مهندسا وماذا تعمل الام ماذا کار میکنه میگه ام تعمل معلمة و معلمة هل يدرس بكره في المدرسة الابتدائية آیا بکره در مکتب ابتدایی درس میخونه لا هو يدرس في في الجامعة في المستوى الاول نخير او بانتون درس ده سمستر اول وين يتعلم السعيد؟ سعيد سعيد كجو درس ميخونه يتعلم سعيد في المدرسه الابتدائيه سعيد در مكتبة ابتدائي درس ميخونه ماذا يتعلم في المدرسه در مدرسه شي ياد يتعلم القراءه والكتابه والحساب يعني خواندن و حساب ياد ميجره. هل يحفظ سعيد القران الكريم ايا سعيد قران كريم اهم حفظ نكر نعم يحفظ سيد القرآن الكريم سيد القرآن الكريم هم حفظ مكنا ما اسم المدرسة التي يذهب إليها سعيد نوم مكتبك سيد بومير ميرا اسم المدرسة مدرسة الملك فيصل الابتدائي نوم مكتبه اسم مكتب ابتدائي ملك فيصل هل طلب العلم فريضة آية طلب كردن علم يعني يات علم فرزس نعم طلب العلم فريده على كل مسلم ومسلمة طلب کردن علم یاد گرفتن علم فرض از بالای هر زن و مرد مسلمان التدریب الصابع عشر تمرین حبده هم چیست؟ تعبیر شفوی اینجا شما چه قسم تعبیر میکنین؟ یعنی جملاته. جور تکلم عن اسرت که این اسرت که الان مگه فاملتان آل دا کجا هستن؟ شما میگن که اسرتی فی کابل فی افغانستان فامیل ما در کابل هستن در افغانستان کم عدد الابنا تعداد پسرها چقدر هستن میگن که تعداد ابن هم ابن واحد ماذا یعمل الاب پدر چیکار میکنه شما میگن که الاب و في جامعه کابل او در پانتون کابل کار میکنه ماذا تعمل الام مادر چیکار میکنه الام تعمل و فی البیت مادر در خانه کار میکنه این ید رسول ابن ها پسرها در کجا درس میخورن ما گفتیم که یک پسر داره میگیم هو یک پسر هست میگه هو یدرسو فی جامعه الطب ودا بقانتون التب درس ميخانا ما اسم الاخ الصغير عمو بيادراك خرد نوم الشي اسمه يجي ما اسم الاخ الصغير اسمه احمد است ما اسم نام نوم خوهر شي اسمه أخت جميلة بابا شکل شكل شما یاد ميجين خب التدريب الثامن حشر تمرين عجده هم شي است فهم المسمو شما گوش بگیرین ببینین استامه ثم عجب گوش بگیرین آیای درست است فی مدرسه الملک فهد في مدرسه الملك فيصل في مدرسه ام القرى في جامعه ام القرى درس في مدرسه الملك فيصل خب ان ال نجه مش القران والحساب مثلا خالد يحفظ القران والحساب خالد يحفظ الجغرافيا والتاريخ خالد يحفظ القراءه والكتابه خالدون یتعلم القراء و هست این چیزایی است که غالبا تایپ می باشه با استاد از روی تایپ هم چیزا رو و باز پیش روی هم درستش جواب نشتا میکنه و تدریب نظامش تامین نظام اکتبر سلاس تا دستور نه نصرتی که میگه سه خط در باری فامیل نوشته کن مثلا شما میگن که اسرتی تا من والدین و والده و اخن وثلاث بنات وثلاث أخوات اسم أبي أحمد واسم أمي جميلة واسم أخي أنس واسم أختي فاطمة واسم أخواتي فاطمة وجميلة وحميدة واسم جدي محمود أبي يعمل في الجامعة أستاذا وأمي تعمل في البيت كربة المنزل أبي قسم إني جملاتی گپاره جور می کنین ای وظیفه خانگي شما هست والسلام علیکم ورحمتالله ه